مساء الخير اعزائي المشاهدين متابعي بي ان سبورتس في كل مكان، ورحب بكم الى هذا الموعد الجديد مع الكره الافريقيه وبرنامج ملاعب افريقيا الذي سنعود من خلاله على ما جد في مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. وممثل كره القدم العربيه الذي كان في مهمه صعبه وشاقه في كينشاسا امام فيتا كلوب الكونغولي الطامح كذلك لتحقيق لقب ثاني كما هو حال وفاق ستيف او وفاق الجزائر لنقل الذي كان في مستوى هذه المباراة النهائية في انتظار العودة يوم الفاتح من سبتمبر القادم في مدينة البليدة الجزائرية. بداية دعوني أرحب بمحللي قناة بي إن سبورتس كابتن عبد العالي ريدير نجم الكرة الجزائرية. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بكم. أسعد كذلك بتواجد نجم الكرة المغربية الكابتن محمد سهيل. مساء الخير. أمسية سعيدة. مؤكد أنه الكابتن عبد العالي سعيد جدا لأنه بوصول سطيفية وسعيد بالتألق سطيفي الذي نتمنى يتأكد في العودة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب حتى نستعيد ذكريات التألق في مباراة الذهاب وهدفين لهدفين نتيجة المباراة النهائية في ذهاب تشامبيونز ليج في مباراته النهائية بين فيتا كلوب وستيف، نعود على أجواء هذه المباراة من خلال تعليق الزميل حفيظ الدراجي ومتابعة الأهداف الأربعة. الكرة في الركنية دون فتح القائمة الأول خطيرة. كرة صعبة خطيرة، حذاري حذاري من التوغل، حذاري من التوغل، حذاري حذاري حذاري. سفيان الخضيرية، سفيان الخضيرية، سفيان الخضيرية. الكرة ثم تحليل وصل على زيايا، راح تحليل يا زيايا ورجعت لتحليل، انطلق زيايا رجعت المرة الثانية، راح تحليل يا زيايا رجع له. جول عالمي يا ناس، جول عالمي يا ناس، يا لعب الثنائية بين زيايا وكذلك أكرم تحليل. قلت لك أين أنت يا أكرم؟ أنت في الثاني يا أكرم، خذها أعطيني خذ ما زالت الكرة في صراع ثنائي وتغطية دفاعية إلى من هناك من بنجامين زيومبو. التسديدة كلها جول أصبح بهذا الشكل لأنه جول من أروع ما يقول يا مبيدي، من أروع ما شاهدنا يا مبيدي، هدف مباهر ومفاجئ. أنت سددت صاروخ يا مبيدي، يجب أن نتجاوب مع هذا الهدف لأننا رياضيون، هدف في منتهى الروعة. تابعنا إذا أهداف المباراة النهائية بصوت الزميل حفيظ الدراجي وعلى أنغام الشاب مامي الذي نتمنى أن يكون متواجدا في احتفالية ستيف بالتتويج بتشامبيونز ليج. هذه الاحتفالية لن تكون واقعا إلا إذا ترجم ستيف تفوقه عودة هناك في ملعب البليدة في ملعب مصطفى شاكر. كابتن عبد العالي أبدأ معك، هل كنت تتوقع ربما هذه النتيجة الإيجابية من جانب وفاق ستيف، خاصة أنه في الاستوديوهات الماضية تحدثنا مرارا وتكرارا عن ميزة ستيف وهي التألق خارج ميدانه على عكس النتائج التي تحدث عادة في 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 ستيف؟ نعم، هو أول شيء بالنسبة للنتيجة ممكن متوقعة لكن ما متوقعة يعني بالأهداف هذه، لكن الشيء اللي فاجأني هو أكثر شيء صراحة هو الأداء، يعني لا سيما الاداء الرجولي لكن اداء تاع الفريق، يعني تعتبر اول مباراه من يوم ما بداوا يعني لكل المباريات سوى في التصفيات في المجموعات وكذا احسن مباراه ادوها بالنسبه لوفاق ستيف. هذا طبعا ما ترجمت بالنسبه للاداء الجماعي تاع الفريق، زياده على شيء هذا ان طبعا اللي ساعدهم هو اكثر هو الضغط اللي كان موجود على مستوى النادي فيتا كلوب. طبعا لا ننسى ان الفريق يعني لو نترجمها من الجانب النفسي ان الفريق هذا هو ممثل المنتخب الكونغولي،
تسع لاعبين في المنتخب زيادة على المدرب الفريق. ففي المباراة يوم 15 يعني 10 أيام قبل شاركوا 7 لاعبين أساسيين في كوت ديفوار، أنهم راحوا فازوا في كوت ديفوار. يعني صراحة أنك تفوز على يايا توري، تفوز على جيرفينيو، على مالودا، وين في ملعب كوت ديفوار، حتى ولو أن الكوت ديفوار مو كوت ديفوار يعني ممكن في التصفيات الأولية بالنسبة لكأس العالم وشيء أو النهائيات، لكن يعتبر فوز خارج منه. ولهذا يعني أنا أظن يعني أن الجانب النفسي هذا كان يعني نافع أكثر شيء للوفاق الصيفي مما نافع للفريق بيتاكلو. هل تتفق كابتن محمد مع الكابتن عبد العالي أنه الجانب النفسي هو الذي حسم الأمور في هذه المواجهة وجعل المباراة تنتهي بنتيجة تعادل لكنها نتيجة إيجابية لصيف أكثر منها لبيتاكلو؟ قد نضيف إليها جانب محطة نعطيها لخير الدين مضوي أيضا حقه. نتكلم على استراتيجية لعب مباراة بهذا الشكل، حتى بالنسبة لفيتاسبور كان من المنتظر أن يتراجع الفريق الجزائري ويندفع عبر المرتدات، لكن لاحظنا العكس في بداية المباراة، يعني أنه رأينا يعني يدافع عن حدوده، يرغب في الفوز، وهذا هو المعطى الذي أثر أعتبر ولم يسمح للفريق الكونغولي بأن يأخذ يعني خيوط المباراة ويتحكم فيها. ربما هذا أيضا كجانب. الشيء المهم بالفعل أخي عبد العلي كان محقا، لأنه الفرق ما بين مازيمبي وما بين فيتاسبور هو هذا، أنه هناك مجموعة لاعبين يمثلوا المنتخب في عكس مثلا مازيمبي، ولو أنه مازيمبي كذلك لاعبين دوليين في منتخبات أخرى لكن لدينا فريق بدون، وهذا هو السؤال العجب في الموضوع، لا يملكون أي لاعب، وفاق ستيف لا يملك أي لاعب في المنتخب، لكن بأداء رائع جدا امتدادا لنتائج المنتخب، امتدادا لهذا الرجة التي حدثت في الكرة الجزائرية بعد الغياب. نتكلم على ربما التتويج بالكأس قد يجبر بعد ذلك كريستيان هناك على هناك اسماء كثيره صراحه تدق باب المنتخب تستحق، لانه خاصه حارس المرمى خضيري الذي اشدنا بمردوده في لوبومباتشي، كذلك في كنشاسا كان له دور كبير وفعال في العوده بهذه النتيجه الايجابيه. اكيد طبعا، هو دائما لما يكون عندك حارس في هذا المستوى على مستوى اي فريق دور كبير له صراحه. لو نرجع مثلا حتى ما نتكلم عن المباراه هذه، نتكلم عن مباراه تيبي مازامبي، يعني الفضل طبعا هو دائما يرجع للمجموعه، لكن باغلبيه للحارس، انه صد يعني 4-5 اهداف كانت محققه يعني في المباراه هذه. طيب لو نعود قليلا الحديث عن بعض اللقطات والصور التي ميزت هذه المباراه. هدف الافتتاح لستيف كان في توقيت مبكر، الدقيقة 17، لكن قبل ذلك بدقائق قليلة في الدقيقة 11 كان بإمكان ستيف أن يتقدم كذلك من خلال هجمة مميزة، لكن النهاية لم تكن سعيدة مع عبد الملك الزيادي. وهنا أعود لأقول أنه بالفعل هذا هو النقطة المهمة في المباراة، وهو هذا الاندفاع الذي أبداه الفريق الجزائري من بداية المباراة، وفاجأ بشكل كبير الفريق الكونغولي. كرة زيايا صحيح كانت تبدو سهلة جدا، لكن علينا أن يعني لاعب هداف أكيد أنه حتى لاعبين على مستوى عالمي يضيعون فرص، علينا أن ننسى. يبدو أنه كان يلعب هذه المباراة وهو يتحمل على نفسه بسبب المرض، اللوزتين تحديدا، لكن علينا أن ننسى أنه قدم الشيء يعني الكثير، تحمل على نفسه ولعب هذه المباراة، وكان أيضا حتى وراء الهدف الثاني من خلال تمريرة الذكية. لكن كابتن محمد، حتى وإن كان مريضا يعني لا يمكن أن نتسامح معه. لا، لأن الكرة تحديدا هنا الشباك تقريبا فاضية، هنا فكر بالفكر المتجري، لو يفكر في ربح أكثر من يفكر في أنه يربح، يعني فكر أنه يجيب هدف مثل ربح متجر بشكل آخر. لكن لاعب مهم جدا ساهم، هو يعود للفريق بعد يعني لأنه هذه بداخل الرجل تكون في نعم داخل طبعا تكون في الشباك الحارس الكونغولي. على كل بعد ذلك الحمد لله جاء الفرج وجاء الهدف من المدافع ومن المهاجم، لنقل المهاجم يعني موبيلي الذي سجل ضد مرماه. أيوه. ثم بعد ذلك عدل فيتا كلوب، لكن الشيء الذي يميز ستيف في هذه المباراة أنه كان هناك إصرار على التقدم مرة أخرى في النتيجة، يعني في الواحد واحد فريق ثاني يفكر أنه يدافع أكثر، أن يحافظ على نتيجة تعادل بهدف لمثله حتى يعود بأريحية كبرى إلى الجزائر، لكن أصر الوفاق على التسجيل وكان له ذلك في الشوط الثاني عن طريق المتألق جحنيت. نعم طبعا، انا عندما قدمت اول شيء يعني تحليل الجانب النفسي، الجانب النفسي هذا لا يقل طبعا من جانب يعني طريقه اللعب اللي لعبوا بها وفاق ستيف، يعني لا يقل من الجانب الفني. انا تكلمت على الجانب النفسي، احرر اللاعبين، احسوا ان اللاعبين فيتا كلوب انهم مضغوطين كثير. فطبعا هل هذا الهدف ربما يلخص مجريات ووقائع هذه المباراه؟
كرة مرتدة سريعة لعبت بذكاء ربما كذلك استفادة من فنيات هذين اللاعبين. هي أول شيء قبل ما نرجع للقطة هذه بعد ما كان تعادل تعادل في وقت قاتل جدا طبعا كان طبعا كنا نفكر ان بالنسبه لفيتا كلوب راح يدخل الشوط الثاني وهذا ما كان يعني في البدايه كان ضغط وحنا عارفين فيتا كلوب يعني مو من المباراه هذه بس كل المباريات انه عندما يهاجم يخلي مساحات كثيره سواء كان مع صفاقس او زمالك وكانت يعني لو نحسب مباراه زمالك او مباراه صفاقس يعني فرص كثيره لكن ما استغلوهاش لهذا السبب يعني نقول بالنسبه بعد ما كان ندفع كثير فيتا كلوب خلى مساحات الخلف وجات كرة يعني بين جحنيط وزيايا في وسط ثلاث لاعبين لكن كان أداء جماعي يعني ما كان فردي لأن لو لاحظ نفس اللقطة أو نفس كانت في الشوط الأول لكن زيايا تعامل بها في فردية طبعا فردية كان ممكن يجي منها جول على طيب في هذه اللقطة كابتن محمد يبدو أنه هو رأي مخالف يعني في لحظة تمرير زيايا للكرة كأنه كابتن محمد يعتقد أنه زيايا كان يفكر في المراوغة تحدثنا عن هذا في الكواليس لكن أنه خصوصا كان دائما تكلم عن النوايا وهذا الأمر صعب جدا لكن الهدف رائع جدا لكن كان دائما السؤال هل بالفعل جحنيط كان يفكر في مراوغة فلا أدري ربما أنا حتى أنه كان يحاول أن يهرب على المدافع الذي اقترب منه لكن العمل الكبير والجبار هو الذي قام به زيايا يأخذ يمرر يتحول في العمق ويمرر الكرة جميلة بعد ذلك رأينا هدف رائع جدا أعود فقط لو سمحت لنقطة مهمة بالإضافة إلى منهجية لاعب بالإضافة إلى هذا الكوموندو الذي جهزه هذا هو كان طلبي تتذكر لما كنا نتكلم عن أنه من المطلوب في مثل هذه المباريات المباريات النهائية تربح ولا تلعب لكن رأينا فريق جاهز أيضا الهدف الذي سجله موبيلي على مرماه موبيلي هو هداف الفريق هو هداف مترب سجل ضد سيراليون فالهدف الذي سجله في المرمى ساعد دفاع الفريق الجزائري لماذا لانه اخرجه من معنويا يعني أخرجه من اهتز المهاجم خلال تسجيله صح. في مرمى مباراة نهائية في مرمى جزائرية فسجل في مرمى فريقه طيب هل تتفقان معي انه افضل لاعب في مباراة الامس من جانب وفاق ستيف هو اللاعب يونس سفيان والله انا نقول الاداء كان شاهدنا كيف ان هذا اللاعب ربما مطالب اكثر بالذهاب للهجوم لكنه قام باداء هجومي مميز وساهم كذلك حتى بالتغطية الدفاعية نعم حتى بالتغطية الدفاعية لو شاهدنا حتى بالنسبة للأوراق تاع المدربين كانت مكشوفة على كل حال بالنسبة للفيتا كلوب كنا عارفين أنه راح يبدأ يهاجم دائما على الجهة اليسرى يعني الجهة اليمنى وين ميغالتي موجود وهذا اللي كان الشوط الأول كامل ولهذا السبب يعني كان يونس لعب أول شيء على اليسار وخلى العمري لأن العمري كان عنده نوايا دفاعية أكثر منها هجومية لكن في الشوط الثاني عندما تغيرت غير فيتا كلوب أصبح يهاجم على الجهة اليسرى يعني وين الجهة اليمنى ليهم هما الجهة اليسرى للفوفاق ستيف رجع يونس فيعني حتى بالنسبة للأداء الدفاعي تاعه والأداء الهجومي صراحة كان مميز أنا نقول أن لا سيما يونس لأنه شارك كثير في الأداء الدفاعي والهجومي لكن حتى بالنسبة للمجموعة أنا أمس نعتبر أنها يعني بصفة عامة الفريق يعني كان أدى يعني لا سيما أداء رجولي لكن كان دافع صح عندما نقول دافع مو دافع الوراء حتى في الوسط حدين كل اللاعبين كانوا يرجعوا باستثناء بدرجة أقل زيايا لأنهم ما طالبين منه يرجع كثير لأن أي كرة تسقط في العمق الدفاعي ممكن هو اللي يطلعها على أساس تكون مرتدة بالفعل اجتهدوا ما كانش مساحات نعم بالضبط كابتن محمد أتحدث كثيرا عن يونس سفيان لأنه ربما حالة خاصة في فريق وفاق ستيف يعني منذ موسمين غادر مولودية الجزائر والكل كان يعتقد أن هذا اللاعب انتهى وفي طريقه لإنهاء مشواره الرياضي ينتقل إلى اتحاد الحراش ثم يذهب إلى وفاق ستيف ليولد رياضيا لنقول من جديد يعني في هذا الموسم قدم أداء كبير وساهم بدرجة كبيرة في وصول الفريق إلى النهائي وربما إلى إحراز الكأس في أول شيء نتكلم صراحة كل لاعبين هم أبطال لكن هناك من يتميز وهذا شيء طبيعي في كرة القدم الكم الجميع في وفاق ستيف كلاعبين كجهاز فني يستحقون الإشادة لكن نتكلم كثيرا على سفيان لسبب بسيط لاعبي الوسط المكلفين بالأدوار على الأجنحة الأدوار في الهجوم على الأجنحة قد يثبتون هذا الأمر على المستوى الهجومي لكن يتميزون على بعضهم بالأدوار
الادوار الدفاعيه، ويعتبر لاعب تكتيكي على مستوى عال جدا. وهذا ما لاحظناه، هناك توازن في طريقه لعبه يعني، ولاعبين بهذا الشكل يحتاجهم اي مدرب، خصوصا حين يلعب خارج ملعب، حين يلعب ضد فريق متميز. هذا التسكير او ما اغلاق المنافذ فهو لاعب كان رائع ايضا يحسب له. وهنا نعود ربما الى شهر قبل على الهدف المهم الذي سجله ضد تيبي مازيمبي، وهو الذي يسمح بتواجد الفريق في هذا الدور. طيب دعونا نستمع ليونس سفيان، هذا اللاعب الذي نعتبره من افضل لاعبي وفاق ستيف في مباراه الامس في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، ماذا قال بعد النتيجه المميزه والتعادل بهدفين لهدفين ذهاب؟ والله نظن بلي اليوم شفنا مقابله من نوع رفيع ضد فريق فيتا كلوب، ضد فريق قوي. الحمد لله نظن بلي ادينا مقابله في القمه، نظن بلي سجلنا اهداف في وقت حساسه الحمد لله. نقول بلي مازال مقابله العوده ان شاء الله، نروحوا ان شاء الله دوك نرتاحوا مليح، نركيبيريو من هذه المقابله هذه ان شاء الله. اليوم برومي اول نوفمبر ان شاء الله راح تستنانا النهائي الاياب ان شاء الله نكونوا في الموعد. الفرحه مازال ما اكتملتش، نظن بلي الفرحه ان شاء الله كي نفوزوا بهذا الكاس، نرفضوا الكاس هذه، نظن نقول بلي مازال، نقول لاعبين مازال ما نفرحوش دوكا، مازال نهائي الاياب. نظن بلي مام الاياب يكون صعيب، نظن بلي هذا الفريق فيتا كلوب فريق قوي ما يستهزوش به، رانا رايحين ان شاء الله باذن الله نحضروا مليح. هذا تصريح سفيان يونس تحت حماية الشرطة الكونغولية، التركيز كان أكثر على الشرطي أكثر منه على الحوار الذي أجراه يونس سفيان. طيب لو نتحدث الآن عن التغييرات التي أحدثها المدرب على دور خير الدين ماضوي في هذه المباراة، خاصة وأن التغييرات كانت في آخر عمر المواجهة، يعني في آخر 12-13 دقيقة من المباراة، هل كان على حق خير الدين ماضوي بتأخير التغييرات أم ربما كان بإمكانه أن يغير قبل ذلك وبالتالي كان قد يساهم في المحافظة على نتيجة التقدم هدفين هدف، لأنه توقيت تسجيل هدف فيتا كلوب كان في الدقيقة 77، دقيقة واحدة قبل دخول أول لاعب يعني بديل. نعم، هو لماذا ما نقوله تأخر؟ لماذا؟ لأن كان أداء جماعي، ويعني ما حب يعمل يعني فرق في الجانب يعني توازن الفريق، لأن الفريق كان ماشي صح، وهذا السبب اللي خلاه ما غير، يعني كان الفريق ماشي صح، يعني ما فيش أقصد أنه تأخر، لأنه عندما كانت النتيجة هدفين هدف يعني المنطق أنه المدرب يفكر أكثر في المحافظة على النتيجة، أن يغلق المنافذ، أن يدخل ربما لاعبين ذوي طابع دفاعي على حساب اللاعبين ذوي طابع الهجومي. هذا ما قصدته. نعم، قصدك ممتاز جدا وفي محله، لكن هو بالنسبة للتغييرات السبب أن الفريق يعني الأداء الجماعي كان ممتاز، وأني دائما نرجع أن لأنه حتى بعد ذلك كابتن نعم في تغييراته أثر على التغييرات الهجومية، يعني لاعبين ذوي طابع هجومي. نعم، السبب النتيجة بعد ذلك تغير. لماذا؟ لأنني نقول الأداء الجماعي كان جيد جدا بالنسبه للاعبين كلهم، زياده على هذا ان نقول لك ان الفريق دافع صح سوى في الوسط سوى في الدفاع، ولهذا خاف ممكن انه يغير اي لاعب ممكن يعمل له سوء توازن داخل الفريق، لكن في نفس الوقت السبب التغيير بالنسبه لزيا كان انا نقول منطقي جدا، بغض النظر انه كان وراء الهدف الثاني، لكن في نفس الوقت كان يضيع منه كرات كثيره وترجع الفريق يخسر الكره بسرعه بعد ما يكون مالك الكره، يخسرها بسرعه ويترجع لنا ويترجع ضغط على وهو كان يفكر طبعا في بالنسبه لبنيته عندما دخل على اساس يعطي دفعه هجوم اكثر، خاصه بالنسبه للفريق الخصم ما كان يعني الوقت ما يسعفه، كان يهاجم على طول ويخلي مساحات، فكان طبعا مثل ما نقولوا لا فريشور فيزيك هذيك يعني البدني للاعب كان ممكن يزيد، وبالفعل كانت عنده فرصه يعني في الاخير لو ما كانش اناني كان ممكن يجي منها الهدف الثالث، لانه هو كان بالعميري حتى بالعميري عندما دخل داخل تقريبا في الدقيقه 90 اللهم الا يعني مشاركه من اجل مشاركه بس، ليه؟ لانه هو كان يحضر فيه المباراه الاخيره، وكان لانه هو صرح قال انا نوعدكم بهدفين، تمنيت له طبعا بنيته اعطى له الكره كان ممكن يجيب الهدف الثالث، كان تمنيت حتى تنقص عليه الضغط هدفين يبقى له هدف بس في اول نوفمبر. حديثك هذا يحيني ربما يطرح تساؤل، هل كان بالامكان افضل مما كان لوفاق ستيف؟ يعني صحيح انه نتيجه هدفين لهدفين نتيجه مرضيه، نتيجه ممتازه، نتيجه جيده تجعل الفريق يلعب براحه مباراه العوده، لكن كان بامكان الوفاق اعتقد انه يطمئن اكثر على مصير هذه الكاس وعلى بقائها في مدينه ستيف
من خلال تحقيق فوز كان في متناوله الجميع، كل من تابع هذه المباراة والا ويتفق على انه الاقرب للفوز والذي كان يستحق الفوز هو فريق يعني وفاق سطيف، شيء طبيعي جدا. حتى حين نعود على الاهداف التي سجلت ضده، يعني ضربة جزاء الجميع عرف كيف يعني تابعناها انها كانت مظلمة ومجحفة بشكل كبير جدا، الهدف الخرافي وحركة فردية ومن 35 متر. اذا هنا نرجع ونقول انه كاستراتيجية لاعب، كطريقة تسكير وإغلاق المنافذ، كان الفريق رائع جدا. كان ممكن ما دام انه كل مره كان يتقدم في المباراه بالهدف الاول وبعد ذلك الهدف الثاني ان يحافظ بشكله، لكن لاحظنا انه كانت كره بحركه فرديه. الان بعد هذه النتيجه، صحيح المطلوب الان ما هو المطلوب؟ النتيجه جيده، ما كان يحلم بهدفين. احنا نعرف ان كل الفرق العربيه في دور المجموعات وحتى في النصف النهائي هدف على التقريب، هدفين لهدف واحد كل المباريات، نتيجة 2-1، وكنت متخوف من هذه النتيجة. إذن الآن ما المطلوب؟ المطلوب هو الرأس على الكتفين، الرجل على الأرض. الجميع يعرف انه الان وفاق سطيف ان تنسى المباراه وان ندخل في مباراه جديده، عبد الطريق على الجميع. الان ايضا دور الجمهور دور كبير جدا، لا اتكلم على الشماريخ ولا على الليزر، اتكلم على التشجيع الحقيقي والمسانده الكبيره. الان دور هذا هو المطلوب الان. وتصور انه الفريق اقترب، لكن علينا ان ننسى الفريقين معا متشابهين في شكل كبير، ما دام انهما معا يستطيعان ان يلعبا بشكل جيد خارج الديار. الان وفاق سطيف مارس ما تعودنا عليه، وهو أن يلعب جيدا خارج الملعب، لكن هناك أيضا فريق ينتصر خارج الملعب، وهو فيتاسبور عملها مع الجميع تقريبا. صح. انتصر على الزمالك، انتصر فقط مع الهلال السوداني، هذه كانت عديدة. علينا أن ننتبه لهذه النقطة. طيب سنواصل الحديث دائما عن هذه المباراة النهائية، ومع من ينتظرنا في مباراة العودة من دون شك بعد أيام قليلة يوم السبت المقبل إن شاء الله في ملعب مصطفى شاكر في البوليدة. لكن قبل ذلك سنستمع لعبد عبد الغني دمه الذي استعاده المدرب خالد الدين ماضوي في دفاع فريقه هذا الأسبوع، ماذا قال بعد هذه النتيجة المميزة للفريق؟ الحاجة الأولى الحمد لله نشكر على الريزلت هذه اللي حققناها، وإن كانت نتيجة إيجابية اون بليس موفقة. لازم شو السكور هذا، لازم في لو روتور نعرفوا كيفاش نجيرو ونزيدو ندرسو بيان لي بوين فور لي بوين فور تاع هذا الماتش. هي الحمد لله كشو تخلينا هذه النتيجه نحضروا بيان في لاسيمان بروجي ان شاء الله، سيرتو من الناحيه الذهنيه. والحمد لله رانا راضين على المردود تاعنا في مباراه الذهاب. عبد الغني دم أدلى بتصريحه من دون حراسه امنيه مثل ما تابعنا. عبد الغني دم الذي استعاد مكانه في دفاع الفريق، هل ربما ساهم في الارتقاء بالاداء بالرغم من قبول هدفين يعني في مرمى خضيريه؟ والله صراحه ان كل الدفاع يعني بالاربعه اللي كانوا الخلف ادوا، خاصه بالنسبه للكرات الهوائيه اللي كان فيه الصراع يعني قوي جدا بالاحتكاك وكذا، يعني لاعبين ادوا مباراه في المستوى جدا. حتى بالنسبه للاخطاء ما كانت هناك اخطاء يعني على مستوى سوى العمق الدفاعي وحتى على الاطراف. صراحه يعني دمه يعني كان صراحة يعني في لم يبخل بدمه، والله لم يبخل بدمه بالضبط، لم يبخل بدمه. لكن الذي يساعد أيضا الدفاع، وهذا الجميع نعرفه، أنه أيضا مساهمة الخطوط المتقدمة أيضا في المساندة. نعم ولهذا كما صرح الأخ محمد، هو طبعا لا سيما الدفاع يعني سؤالك يعني أدى الوجه تاعه، لكن أنا دائما نقول أن بالنسبة للفريق كله، لأن عدم الدافع صح بوادر الفوز موجودة، هو فريق البطل في بوادر يعني إيه نعم. في بوادر فريق سيصبح بطل بعد ذلك عندما تشاهد فريق يدافع مع بعض يهاجم مع بعض يعني يقاتل رغم في روح كبيره نعم. بالنسبه ليوفيق ستيف سنواصل نعم. الحديث منذ شك عن هذا الفريق وعن ميزاته المتعدده بعد ان نكتشف الكواليس، لانه تابعنا المباراه يوم امس عبر قناه بي ان سبورتس، وبي ان سبورتس كانت حاضره هناك لترصد كواليس مواجهه فيتا كلوب ووفاق ستيف. نتابع حماس كبير أبدته جماهير نادي فيتا كلوب في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، شعارات وأهازيج لم تزد وفاق سطيف إلا تألقا، وكان الفوز على بعد خطوة واحدة لولا التعادل الذي انتهت به المواجهة. الهدف المبكر الذي سجل في مرمانا أربك حساباتنا خلال اللقاء. حشد أمني مكثف بعد تسجيل بعض الخروقات من قبل أنصار فيتا كلوب، لكن اللاعبو الوفاق مكثوا لمدة ساعة أو تزيد داخل غرفة الملابس بعد انتهاء المقابلة راكعين وساجدين لله عز وجل.
شكرا الله نزيدوا فيه بالوعد تاعنا ان شاء الله يوم الفتح نوفمبر تكون فرحه فرحتين، فرحه بنديل على ثوره تحريريه الفتح من نوفمبر، فرحة التتويج ان شاء الله بالوفاق الصيفي بالكاس الغاليه هذه. كما يقول لك يخلينا نحضروا المباراه العوده بكل ارتياحيه ان شاء الله، كما يقول لك نجيبوها هاد لاكوب ان شاء الله للصيف ان شاء الله. في انتظار اذا ملحمه البليده التي ستكون تحت عنوان الكاس لوفاق الجزائر. هكذا اذا انتهت مقابله وفاق ستيف وفيتا كلوب على هذا الملعب في انتظار تعبيد الطريق نحو البليده التي سوف تكون بمعطيات مختلفه خصوصا للنادي الصيفي. مفادو قناة بين سبورت حسين مصالح، كينشاسا الكونغو. الأجواء كانت رائعة كما تابعنا داخل الكواليس في حجرة الملابس بعد هذه النتيجة الإيجابية التي عاد بها أبناء ستيف أو لنقول أبناء الجزائر إلى العاصمة الجزائر بعد ذلك، لأنه بعد المباراة مباشرة سنتابع بعد قليل كيف عاد الفريق سريعا إلى العاصمة الجزائرية للإعداد والتحضير لمباراة العودة. كابتن محمد، فارق الأيام أو المسافة التي تفصل الزمنية بطبيعة الحال بين الذهاب والإياب، هل تلعب لفائدة الوفاق؟ لا تلعب لفائدة الوفاق؟ لفائدة من تحديدا؟ لكن الفريقان معا سيسافران أيضا، لا ننسى أن الجانب الآخر أيضا هناك الفريق الكونغولي الذي أيضا شارك 90 دقيقة وسيكون عليه أيضا أن يسافر. الآن المعنويات مرتفعة، نتمنى أن لا يدخل اللاعبون في إطار ما يسمى بالغرور الكروي وقد يستصغرون الخصم، هم يعرفون جيدا المباراة لن تكون سهلة، وكان شيء جميل أن نسمع من يونس وأيضا من كل اللاعبين على أنهم بالفعل يعني يؤمنون أن المباراة ليست سهلة، أنه التأهل لم يضمن بعد، فيحتاج الأمر إلى أيضا صراع وإلى كوموندو آخر في البليدة، وهم المتعودون على تجاوز الوضعيات الصعبة يعني على مدار هذه المسابقة شاهدناهم كيف أنه في مباريات عديدة خرجوا من وضعيات صعبة، يعني ذات التراجي في ستيف كانوا خاسرين ثم تقدموا في النتيجة وانتهت المباراة بالتعادل ضد مازيمبي، ضد صفاقس تعادلوا بهدف لهدف، ضد مازيمبي كان خاسر على أرضية ميدانه ثم فاز بهدفين لهدف في مباراة العودة، كان يعني إلى حدود دقائق الأخيرة مقصي من هذه المسابقة ثم سجل هدف تذييل الفريق الثاني الذي منح التأهل، يعني متعود على تجاوز وضعيات الصعبة فريق هذا ما نتمناه، هو متعود لكن نتمنى هذه يحضر هذا الأمر في المباراة الأخيرة، فلذلك أنه مباراة على الجميع أن يؤمن أنها لن تكون عقلية مدرب كابتن لن تكون سهلة دائما نفكر لدينا مدرب. فريق بالفعل ذهب إلى تونس تكلم على فيتا سبور وأحرج وانتصر هناك، أيضا لديه يعني ما يقوم به هما على حتى نعود ونتكلم بكل صراحة، الفريقان معا لم يكن ينتظر أحد أن يتواجد في النهائي، نقطة الالتقاء الكبيرة بينهما أنهم قويان خارج أرضهما وقواعدهما أكثر ما هم أقوياء على أرضهما، فلذلك كما أشرت الآن مارس الفريق الجزائري قوته خارج أرضه، فينتبه على أنه بالفعل الفريق الآخر أيضا لديه هذه القوة، أتمنى أن تجري الظروف في اتجاه أن نرى الفريق الجزائري في المغرب في كأس العالم للأندية. طيب ستتواصل رحلة الحديث عن وفاق ستيف وعن مباراة العودة، كذلك ستكون لنا عودة على أجواء الجماهير في مدينة ستيف التي تابعت المباراة عبر شاشة بين سبورت، من دون أن ننسى الصحفيين الذين تنقلوا كذلك إلى جانب هذا الفريق إلى كينشاسا، كل هذا سيكون حاضر بإذن الله بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد دائما مشاهدينا عبر برنامج ملعب افريقيا الذي نخصصه الحديث عن مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بين فيتا كلوب ووفاق ستيف الجزائري، الوفاق الذي عاد بنتيجة ايجابية كما ذكرت بتعادله بهدفين لهدفين، شيء ونتيجة اسعدت كثيرا الانصار التي كانت كاميرا بين سبورتس حاضرة لترصد تفاعلهم مع هذه المباراة المهمة لفريقهم. نتابع. قلق وتوتر قبل وأثناء المباراة، انفعالات لم يستطع أحد إخفاءها، فالوفاق يخوض حملة استعادة مجده القاري في محطتها قبل الأخيرة. بين متفائل ومتخوف تباينت الآراء، عدد من اللاعبين السابقين للوفاق
أثر الابتعاد عن الضغط والانفعال عكس بدر الدين رواي أحد صانعي ملحمة 88 وجمال كاملي. مقابلة مي سهلة، مقابلة صعيبة بزاف بزاف، واللي يكون متحضر ذهنيا ومعنويا وذاك نظن هو اللي هو اللي هو اللي يربح. أما جمال كاملي فقد كان أكثر تفاؤلا على غرار بعض الأنصار. ما يبقى لنا في الجزائر في شاكير إن شاء الله غير نهزوا الكأس برك، هذه هي، وبربي إن شاء الله راح يديروا نتيجة إيجابية ويفرحونا، فرحوا الناس كامل الجزائريين كل إن شاء الله يا ربي. توصل لنا فينا إن شاء الله تجيبها لنا وتصل من عين فوارة. ساحة دار الثقافة كانت أشبه ما تكون بجزء من ملعب 8 مايو. هنا احتشد قرابة 2500 مناصر أجسادهم في سطيف وقلوبهم في كينشاسا. ومثل ساحة دار الثقافة كانت المقاهي في يومها أيضا. زال التوتر أخيرا بعد نهاية المباراة على وقع نتيجة تعادل الذي كان أشبه بالفوز. سيد الخير عمر العرار تربح الكحلام. كان يوما حافلا إذن في مدينة سطيف عاصمة الهضاب. الكثير من الذين كانوا يتابعون هذه المباراة اتجهوا صوب وسط المدينة حيث عين الفوارة للاحتفال بهذه النتيجة الإيجابية والتي ينتظر أن تساعد كثيرا الوفاق في مأمورياته القادمة بملعب البليدة. عادل ضيف الله من عاصمة الهضاب بإن سبورتس. أجواء احتفالية للجماهير الصيفية في ختام هذه المواجهة الأولى في نهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار المواجهة الأخرى التي ستكون مسرحها مدينة البليدة. وكانه مكتوب على أبناء مدينة سطيف أن يتابعوا ربما هذه المباراة أو مباراتي النهائي لفريقهم بعيدة عن ملعب 8 مايو. نعلم جيدا أن الاتحاد الإفريقي يلزم الفريق على أن يوفر ملعبا بمقاييس معينة وهي التي تتوفر لا تتوفر في ملعب سطيف. نتمنى على كل أن نتيجة سطيف في نهاية المطاف وهي الفوز أن تؤثر بعد ذلك على قرار ربما المسؤولين حتى يصبح الملعب يسمح للفريق أن يلعب كل مبارياته يعني في مدينة سطيف ولن يغادرها أبدا. طبعا هذا ما نتمناه، لكن طبعا في مشروع الحين بالنسبة كمركب يعني كبير جدا على في ولاية سطيف يعني في مدينة سطيف بالذات. إن شاء الله ممكن من الموسم الجاي يكون جاهز إن شاء الله، يعني حتى بالنسبة للتصفية الجاية ممكن يكون يعني جاهز 100%. هذا طبعا نظرا لأن الدولة وضعت كل إمكانيات بالنسبة للفريق هذا أو حتى بعض الفرق، لكن خاصة بالنسبة للفريق وفاق سطيف. لأنه نذكر سنة 88 كذلك في قسنطينة لعب المباراة النهائية، التتويج الإفريقي هذاك لم يشاهده كذلك الصيفية عن قرب. على كل الجماهير كما شاهدنا وكما نتابع في هذه الصور في ساحة هواري بومدين كانت حاضرة بكثافة. كابتن محمد، يعني كرة القدم دائما تعطينا دروس وصور يعني لا نجدها يعني في مجالات ثانية، يعني تجمع هذا الكم الهائل من المشاهدين ربما أو المشجعين قد لا يجمعهم لا سياسي ولا ربما ممثل ولا كوميدي ولا رياضي، وخاصة لاعب كرة القدم هو الوحيد الذي يجمع الكل حول شاشة التلفزيون يعني تقريبا. فعلا، ولذلك كرة القدم لديها يعني قوتها وجبروتها يعني على المستوى الجماهيري شيء جيد بالنسبة لجماهير وفاق سطيف من خلال هذا التجمع إظهار الولاء والفريق يلعب هناك. يعني كان حضور جماهيري يبدو كما لو كان في الملعب. الآن صحيح كما أشرت لن يكون بمقدورها عليه أن يتنقل، لكن لا شك أن الملعب سيكون مليعا آخره، الجميع تحت خاصة أنه ملعب يعني لنقول بين ظفرين مبارك على كرة القدم الجزائرية. المنتخب الجزائري لم يخسر فيه أي مباراة، مشوار المنتخب الجزائري نعرفه جيدا منذ تصفية مونديال 2010 وصولا لتصفية مونديال 2014 وكان 2015، من دون أن ننسى أن سطيف يحمل ذكريات جيدة كذلك في ملعب البليدة لأنه توج بكأس دوري أبطال العرب سنة 2009 ضد الرجاء. صحيح. الوداد البيضاوي. ضد الوداد. لا ضد الرجاء. ضد الرجاء. ضد الرجاء. ما يمكن أن أقول أنه كان يعني هذه فرصة أنه الفريق يعني يعود إلى الواجهة من جديد بعد 24 سنة من الغياب، أن تكون فرصة كما أشرت للمسؤولين لأن هذا الفريق يستحق كل مرة يعني يعطي ويظهر قيمته أن يكون لديه ملعب بحجم يعني كما أشرت بمواصفات تسمح بأن تجرى مباراة نهائية على 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 أرضه. كنت أتكلم على عين الفوار، عجبتني هو على كل الملعب. بالنسبة للملعب مؤكد أنه الجزائر ستعد ربما ملعب كبير في مدينة سطيف إن شاء الله، لأنه من المرجح أنها ستحتضن كأس إفريقيا 2017، بالتالي لكن هناك ملاعب في المدن الكبرى من دون شك، خاصة المدن التي فيها ربما ميراث رياضي كروي. سطيف
فريق مثل الجزائر بشكل ملفت في العشرية الأخيرة، بالتالي يستحق أن يكون له ملعب في قيمة هذا. لا على عين الفوارة نتكلم، ودائما نقول تصل إلى المباراة النهائية كما لو كنت تصل إلى العين ولا تشرب، ما دام أنه عين الفوارة فالفوارة تمنى أن نرى فريق بالفورة. ومن مميزاتها كابتن محمد من يشرب من عين الفوارة يقال أنه يعود مرة أخرى إلى مدينة ستيف، لذلك نتمنى أن تشرب الكأس من هذه العين حتى تعود الكأس مرارا وتكرارا إلى مدينة ستيف في قادم السنوات. كابتن عبد العالي، سألت كابتن محمد عن مباراة العودة، هل أنت متفائل لمباراة العودة خاصة مع هذه النتيجة الإيجابية وفارق ربما الزمن الضئيل بين المباراتين؟ هو طبعا أنا يعني بكل صراحة متفائل جدا، لكن في نفس الوقت الحذر مطلوب، لكن في مباريات مثل هذه أنا نظن ما يخفى حتى بالنسبة للمدرب، لأن خاصة بالنسبة للخبرة تاعو كلاعب، وأدى ثاني حتى بالنسبة يعني مباريات صعبة جدا يعني كلاعب، وفي نفس الوقت يعني الخبرة اللي اكتسبها من ضمن يعني من الجانب التدريبي للاحتكاك ببعض المدربين وكذا، وزيادة على أكثر من هذا أن اللاعبين يعني يتعامل معهم كإخوة، يعني ما يتعاملوا معاه كمثلا، لأن فرق سن مو كثير بينه وبينهم هذا الجانب. 37 سنة نعم. مدرب شاب. طيب سنعود للحديث أكثر عن هذا المدرب حتى نعطيه حقه، لكن سنشاهد قبل ذلك كابتن عبد العال كذلك كابتن محمد، كيف كانت طريق العودة من كينشاسا إلى الجزائر؟ لأنه مباشرة بعد المباراة غادر وفد وفاق ستيف أرض الكونغو الديمقراطية ليتوجه إلى الجزائر. نتابع. تواجد أمني مكثف بملعب تاتا رافائيل بكينشاسا في مقابلة حبست أنصار مناصري الفريقين وفاق ستيف وفيتا كلوب الكونغورية، والتي انتهت بالتعادل قبل لقاء العودة بالبليدة. وعقب نهاية المقابلة مباشرة توجه لاعبو الوفاق إلى غرف تغيير الملابس وهم في قمة السعادة للنتيجة التي خرجوا بها لولا إقرارهم أن الفوز كان قريب منهم. حق اليوم أمام هذا الفريق تاع فيتا كلوب كانت لدينا العديد من الفرص ما تجسدناهاش، كانت نقص تركيز واضح طرف اللاعبين تاع الهجوم، ولكن دائما تبقى 2-2 نتيجة إيجابية لكن مفخخة في نفس الوقت، لأنه دائما تبقى مباراة العودة في الجزائر. مباشرة من الملعب نحو مطار كينشاسا وصولا إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر على متن طائرة خاصة، حيث كان الوصول على الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي. رحلة كانت الله يبارك كانت خفيفة ظريفة الحمد لله، وكرنا لحقنا في الجزائر. أتمنى إن شاء الله نشوفهم بقوة هذا السبت إن شاء الله يوم الفتح نوفمبر في تشاكر. الله اليوم راحين نخشوا للمركز المنتخبات الوطنية سيدي موسى، وين وفرنا جميع الشروط، حاللاعبين راحين يسترجعوا القوة تاعهم إن شاء الله، بكرة يبداوا في الحصص التدريبية تاعهم بصفة عادية. الوفاق سيدخل مباشرة في تربص مغلق بمركز التقني بسيدي موسى للتحضير الجيد قبيل لقاء إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بمدينة الورود البليدة يوم السبت، وسيحرص الطاقم الفني على التحضير الجيد خصوصا بعد خروجه من مقابلة الذهاب بدون إصابات. حسين مصالح، بي إي سبورتس، الجزائر. لا مجال للراحة بالنسبة لوفاق ستيف كما تابعنا بعد المباراة مباشرة العودة إلى الجزائر والانطلاق في الأعداد لمباراة الإياب التي ستكون يوم السبت المقبل كما ذكرنا. كابتن محمد، ربما تابعت معي في هذا التقرير ولفت انتباهك أنه فريق وفاق ستيف سيحظى بنفس ما حظي به المنتخب الجزائري في الاستعدادات الماضية، وهو معسكر خاص في سيدي يحيى، هذا المكان المخصص سيدي موسى، قلت سيدي يحيى في مكان سيدي يحيى في الجزائر، سيدي موسى هذا المكان المخصص لمعسكرات المنتخب الجزائري الاتحاد الجزائري. مكن وفاق ستيف من ذلك، حافلة خاصة مكنت وفرتها ربما السلطات الجزائرية حتى ينتقل بها وفاق ستيف إلى مكان المعسكر. يعني كأنه وفاق ستيف إضافة لنجاحاته الرياضية في هذه المسابقة نجح في أن يغير ربما تعامل الاتحاد الجزائري معه، من اتحاد كان يرفض مشاركة أي نادي جزائري مدة موسمين في المسابقات الإفريقية إلى اتحاد يدعم نادي وصل في نفس الموسم الذي رفض فيه الاتحاد مشاركة الأندية وصل فيه إلى الدور النهائي. هذا يعتبر أيضا دعم
دعم يعني وضع الفريق في ظروف جد جد خاصة، لأنه الرهان كبير جدا. نعرف أن هناك اللعب، يعني هناك لوجو، هناك لونجو. فلما نتكلم على الرهان فالرهان كبير، نتكلم أيضا حتى بالنسبة لنادي، نتكلم عن مسابقة مليون ونصف مليون دولار. أيضا هناك إمكانية المشاركة على مستوى كأس العالم للأندية وما تدره أيضا من أرباح يعني تضغط. ولو أنه شيء الملفت في اللاعبي وفاق ستيف، إلى حد الآن لم أستمع لأي لاعب يتحدث عن كأس العالم للأندية، يعني شيء إيجابي جدا، شيء تركيز على مباراة النهائية. لأني في السابق يعني شهدت الأهلي عندما فاز بدوري الأبطال، الترجي وغيرهم من الأندية الإفريقية، دائما قبل المباراة النهائية الكل يتحدث، لا يتحدث عن الكأس، يتحدث عن المونديال. كلامك في محله، يعني هذا استباق الأحداث عليه، يعني من المفروض أتصور أنه حتى هذا أمر مرتبط أيضا بفكر المدرب وفكر يعني أثر على اللاعبين، ما دام أنه لاعب سابق. يعني يجب التأخير، يعني كما أشرت قبل قليل، يجب أن تظل الرأس على الكتفين، الرجل على الأرض، والأجنحة ممكن أن نضعها بعد نهاية المباراة. طيب سنواصل الحديث بعد أن نتابع الآن ردود فعل الصحافة الجزائرية، خاصة الصحفيين الذين كانوا في الرحلة الخاصة التي انتقل فيها وفاق ستيف إلى كينشاسا لمواجهة فيتا كلوب. نستمع إليه. قيمة الرهان الرياضي لأنك تلعب نهائي رابطة أبطال إفريقيا، رهان رياضي كبير، ولكن وفاق ستيف متعود على ظروف أصعب من هذه. نظن أنه اليوم وفاق ستيف كان في ظروف مريحة، رغم يعني استفزازات الجماهير ومضايقاته قبل بداية المباراة، إلا أنها كانت يعني في إطارها الرياضي. حتى في الملعب وإن كان 50,000 متفرج، ولكن يعني ما خرجش الأمور عن إطارها الرياضي. ظروف خاصة في هذه التجربة مقارنة ببعض التجارب القصيرة التي كانت لنا مع مختلف الأندية وحتى خرجت المنتخب الوطني، خاصة لأنه نهائي إفريقي في بلد جمهوره متعطش لكرة القدم، يعشق ناديه، يحاول ممارسة الضغط. نعم كانت هناك بعض المضايقات من طرف الجماهير وأعوان الأمن في الملعب، لكن ليست مثل المرة السابقة في لوبومباشي أين عشنا الجحيم. المرة هذه ربما لأن لقاء العودة سيلعب في الجزائر كانت الأمور جيدة نوعا ما. هذه مغامرة فريدة من نوعها، لأنه الأمر يتعلق بكأس رابطة الأبطال الإفريقية، أغلى وأمجد الكؤوس الإفريقية. إحنا على بالنا باللي الجزائر أو الكرة الجزائرية ربما في الأيام الأخيرة مرينا بفترة صعبة بعد وفاة إبوسي، لكن ظن اليوم هو الوفاق وش هو يحقق، فتحت لنا أمال وربما طموح باش الكرة الجزائرية تعاود تولي لسابق عهدها. تقدر تقول تجربة يعني مفيدة لنا في العمل الصحفي، ولا تجربة ثانية لوفاق ستيف يعني اللي كنا معاه في السفرية تاعو من بداية من واغادوغو إلى كينشاسا، نشوفوا أن لوفاق ستيف يعني اكتسب تجربة كبيرة. تحية للصحافة الجزائرية التي كانت في الموعد، مثل ما هو الحال مع المنتخب الجزائري مع وفاق ستيف. شهدنا العشرات من الصحفيين والفود العالمية التي انتقلت لتغطية هذا الحدث المهم، لأنه نعلم جيدا غياب الأندية الجزائرية على مباراة نهائية في دوري أبطال إفريقيا طال لسنوات عديدة. كابتن عبد العال، نفس هذه الصحافة مدحت كثيرا المدرب خير الدين ماضي، هذا المدرب الشاب الذي دخل التاريخ كونه أول مدرب في هذه السن 37 سنة يلعب مباراة نهائية، وقد يدخل أكثر التاريخ من بابه الواسع عندما سيصبح ربما بعد أيام قليلة أصغر لاعب أو أصغر مدرب يتوج بهذه الكأس. طبعا بالنسبة للخير الدين هذه تعتبر فرصة العمر بالنسبة لي، أول شيء تسجيل يعني اسمه من ذهب خاصة في الشامبيونز ليج، يعني شيء مو بسيط بكل أمان. ربما لو يعني على السن تاعو 37 سنة في بعض اللاعبين لسه بعد موجودين في الملاعب، فأنا نظن بالنسبة لي يعني هو التعامل تاعو يعني وشاهدناه كيف أنه يعني يمسك بزمام الأمور، يعني المجموعة تحت سيطرته. شاهدناه كيف ربما خاصة صورة في الشوط الأول كيف يخاطب زياي عندما أضع الكثير من الفرص، يعني بالرغم من السن التي تبدو قريبة نسبيا من بعض اللاعبين، لأنه يعني هناك إحساس أن المدرب لديه شخصية يعني لا تعكس السن التي لديه، يعني 37 سنة بالضبط، لأن هو هذا هو التعامل وتواجده، يعني أنه قريب من اللاعبين، هذا ما سهل المهمة تاعو، خاصة ما سهلوا له اللاعبين مهمة، لأن عندما يكون هو قريب من اللاعبين بالنسبة لي هو التجربة تاعو الخبرة تاعو في سواء في كلاعب يعني في الوفاق القديم يعرف خبايا كل اللاعب، وزيد أكثر أنه معايش الفريق هذا من أكثر من 5-6 سنوات، أكثر يعني قبل ما يكون لاعب
طبعا عندما كان لاعب وبعدين بعد اصبح مدرب. فلهذا انا نقول يعني ان امور كثير ساعدته والشيء اللي ساعده هو اللاعبين، يعني اللاعبين كانوا بجنبه كثير. طيب سنواصل حديث كابتن محمد بعد ان نتابع الصحافه العالميه والجزائريه ماذا عنونت بعد نهايه المواجهه ذهابا في نهائي دوري ابطال افريقيا. هذه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الفيفا fifa.com، أفضلية طفيفة لستيف على حساب فيتا كلوب، هكذا وصف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي. فيما أفريك فوت المختص في كرة القدم الإفريقية اختار عنوان فيتا كلوب يصمد أمام وفاق ستيف، بالنظر إلى أنه ستيف كان هو الذي مسيطر أكثر على أجواء المباراة ذهابا. احذروا الغرور وفيتا كلوب خارج الديار مختلف، هذا العنوان الذي اختارته صحيفة الشروق الجزائرية، واعتقد أنه عنوان فيه الكثير من العقلانية والواقعية كابتن محمد. شيء رائع نرى أيضا بعد تصريحات اللاعبين والمدرب، نرى أيضا الإعلام الجزائري يتجند وبطريقة منطقية بالفعل، كما شرط علينا أن نؤخر الاحتفال إلى ما بعد إن شاء الله النهائي. فقط لو سمحت أعود فقط لمضوي سريع، يعني علينا أن نعترف بشيء، وقد نجد من الصعب أن نجد فريق فاز بالتشامبيونز ليج الإفريقي وليس لديه أي لاعب في المنتخب، وليس لديه إلا لاعب واحد أجنبي يشارك، تكلم على زيوندو الظهير الأيسر، وهذا شيء بعد أن فعل المفاجأة. نتذكر في يعني لما أحرز في 88 كان في الدرجة الثانية صحيح؟ صح، الدرجة الثانية. الآن يضيف، أنا بالنسبة لي إعجاز آخر، ليس تقليل من لاعبين، لأن هناك لاعبين يستحق أن يكون بالمنتخب، لكن هذا يحسب لهذا، خاصة أنه نجحت وفاق ستيف سابقا كانت مع مدربين أجانب، خاصة في دوري أبطال العرب في الدوريات الأخيرة التي تحصل عليها الفريق في 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 الدوري الجزائري. كذلك ربما ميزة عربية يعني ثلاث مواسم ماضية الألقاب كانت عربية بمدربين عرب. يعني نبيل معلول مع الترجي، حسام البدري، وكذلك محمد يوسف مع الأهلي المصري، وهذا قد يكمل عقد التميز العربي على مستوى التدريب. أريد أن نختم هذا الموعد مع ملاعب إفريقيا مع صورة ربما من ذاكرة كرة القدم الجزائرية، هي الصورة الأخيرة لتتويج إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، كان مع شبيبة القبائل آنذاك ضد كانا ريد ديفيلز الزامبي سنة 90 بعد 24 سنة، مثل ما كان هو الحال مع المنتخب الجزائري الذي غاب 24 سنة عن المونديال ثم عاد. هذه المرة ربما دوري أبطال إفريقيا سيعود بعد 24 سنة للجزائر. نقول أن التاريخ يعيد نفسه، 24 سنة بالنسبة رقم مميز، رقم مميز، لأن بعد 24 سنة وفاق شبيبة القبائل، بعد 24 سنة المنتخب الوطني رجع للكأس المونديال، ونفس التاريخ. لا، في 90 لو سمحت أخذ كأس إفريقيا الوحيدة. الوحيدة نعم. على أرضه في الجزائر على أرضه. وزيادة لذلك أن نظن حتى فيه نقطة مهمة جدا بالنسبة لوفاق ستيف، أن التاريخ يعيد نفسه، لأن في 2012 في كأس الاتحاد الإفريقي ما يسمى بالكاف. كأس الكونفدرالية. كأس الكونفدرالية، أن الوفاق ستيف تقابل مع فيتا كلوب في فيتا كلوب وتعادل معه 0-0، والمباراة الثانية في ستيف فاز عليه ستيف 2-0. فأنا أتمنى إن شاء الله أن يعني تكون يعني هذه بادرة خير بالنسبة. ونذكر كذلك شبيبة القبائل كانت هذه كأس، والثانية الكأس الأولى سنة 81 كانت ضد فيتا كلوب. نعم. أتمنى أن تصبح يعني الأندية الجزائرية عقدة فيتا كلوب، والآن ستكون عقدة الكونغو على العموم، ما دام أنه أيضا فريق وفاق ستيف أخرج مازيمبي. مازيمبي نعم. نعم. طيب أيام قليلة كما قلت تفصيلنا عن مباراة العودة التي ستكون في مدينة البوليدة يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، تاريخ سيكون مميز لكل الصيفية، لكن هو مميز أصلا لكل الجزائريين بأنه يحمل تاريخ الثورة الجزائرية التي ستحتفل بستينياتها، وربما ستحتفل على إيقاعات إفريقية بتتويج إفريقي إن شاء الله. نتمنى لوفاق ستيف أو وفاق الجزائر كما يحلو لكم تسميته. في الختام أشكر محللي قناة بي سبورتس كابتن عبد العالي إيريدير نجم الكرة الجزائرية، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكر موصول لنجم الكرة المغربية الكابتن محمد سهيل، شكرا جزيلا. شكرا للتوفيق لوفاق ستيف في مباراة العودة. إن شاء الله بالتوفيق، طبعا كلمة أخيرة نقول بالتوفيق للوفاق الجزائري، لأن هذه فرصة العمر، أنا نقول له فرصة العمر لا سيما للوفاق خاصة بالنسبة للاعبين، هذا يعتبر تحدي بالنسبة لي. وبين سبورت ستكون في الموعد إن شاء الله لتغطية فرحة وفاق ستيف في ختام المواجهة يوم السبت المقبل أمام فيتا كلوب. إلى ذلك الحين مشاهدينا تقبلوا تحياتي، تحيات كل الفريق العمل معي هنا في الدوحة، إلى اللقاء.